مرحبا، يعطيكم العافية. أنا الدكتور معان حموي، أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية وأمراض الذكور والعقم. اليوم حاب أحكي لكم عن موضوع كثير مهم، اللي هو التبول الليلي عند الأطفال. التبول الليلي هو فقدان السيطرة على المثانة خلال ساعات النوم، وهي المشكلة موجودة عند الذكور أكثر من الإناث. تنقسم هالمشكلة لنوعين. النوع الأولي البرايمري، بالوضع الطبيعي مفروض الطفل يستطيع التحكم بالبول عند عمر 4 إلى 6 سنوات، لكن إذا استمرت لبعد ذلك هون بتكون المشكلة. النوع الثانوي سكندري، بالعادة بتكون عند الأطفال اللي عندهم الوعي والقدرة على السيطرة على البول واستمروا على الوضع الطبيعي لمدة لا تقل عن 6 شهور ورجعت عندهم المشكلة مرة ثانية، وهذا بيكون سبب ظاهري ومشكلة خفية. خلينا نحكي بطريقة مفصلة شوي عن الأسباب. الوضع الطبيعي خلال ساعات النوم الدماغ بيفرز هرمون اسمه ADH، اللي هو الهرمون المانع لإدرار البول. أحد هاي الأسباب هو خلل في إفراز أو استقبال هذا الهرمون، وبالتالي بتنتج كمية كبيرة من البول خلال النوم. عدم الانتظام في ساعات النوم، الاستخدام المفرط للموبايلات والأجهزة اللوحية، في هاي الحالة بيكون دماغ الطفل تعبان مستهلك قبل ما ينام، فلما تمتلئ المثانة المفروض تبعث إشارات حسية إلى الدماغ عشان يرسل الأوامر اللازمة، بس في حالة إجهاد الأعصاب ما رح يكون عند الدماغ القدرة على الاستجابة، وهون تفقد المثانة السيطرة على نفسها. شرب كميات كبيرة من السوائل قبل النوم، وخصوصا المشروبات الغازية تحتوي مادة الكافيين. الإمساك المزمن في هاي الحالة بتكون الأمعاء الغليظة ممتلئة بالفضلات وعم تضغط على المثانة، مما يؤدي لفقدان السيطرة. من المشاكل اللي لازم نبحث عنها وقد يهملها الكثير هو وجود المشاكل النفسية عند الطفل الناتجة من الخلافات الأسرية أو التفرقة والتمييز بين الأطفال، مما يعكس بشكل سلبي عليهم. المشاكل الأخرى مثل التشوهات الخلقية، التهابات المسالك البولية، ومشاكل النوم الناتجة من تضخم اللوزتين والجيوب الأنفية. كيف يتم التشخيص من قبل الطبيب المختص؟ عن طريق أخذ السيرة المرضية من الأهل ومعرفة الجو العام اللي بعيش فيه الطفل، الفحص السريري وعمل الفحوصات المخبرية مثل الدم والبول ووظائف الكلى والسكري، الصور الشعاعية اللازمة مثل الصور التلفزيونية. في بعض الأحيان قد نلجأ إلى التشخيص عن طريق منظار الإحليل والمثانة. طرق العلاج: تنظيم ساعات النوم والابتعاد عن شرب السوائل قبل النوم بساعتين، وهون بيكون طبعا دور الأهل إنهم يصحوا أطفالهم بعد النوم ب3 إلى 4 ساعات، وإنهم يخلوا الأطفال يروحوا بنفسهم على الحمام عشان العقل الباطن يدرك إنه رايح على الحمام، فبتزيد سيطرة المثانة على البول. الابتعاد عن استخدام المفرط للموبايل والأجهزة اللوحية قبل النوم بشكل مباشر. علاج المشاكل الثانوية مثل الإمساك والتهابات المسالك البولية والسكري. التشجيع والعامل النفسي بيلعب دور كبير، وإنه نشجع الطفل وما نحسسه بالذنب، ونستخدم أسلوب المكافأة، يعني في اليوم اللي ما بيكون فقد فيه السيطرة نجيب له مكافأة. نحاول نحل الخلافات اللي داخل المنزل أو على الأقل إبعاد الأطفال عنها. العلاجات الدوائية اللي بتساعد في تقليل إفراز البول خلال ساعات النوم. التداخل الجراحي في بعض الحالات. وهيك بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا لليوم، إن شاء الله تكون المعلومات استفدتوا منها، وأكيد طبعا بتمنى لكم الصحة والسلامة للجميع.